وللحديث أكثر عن تداعيات الغزو الأمريكي للعراقي بعد 20 عاما ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام الطائي. دكتور عبد السلام مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا. دكتور، في الذكرى 20 للعدوان الأمريكي البريطاني على العراق، كيف أثر هذا الغزو وما تبعه من سنوات عجاف على النظام السياسي في العراق؟ كيف تغيرت الأمور؟ دكتور تسمعني؟ يعني طيب، يبدو أن الاتصال انقطع بالدكتور عبد السلام، سنعاود الاتصال به مرة أخرى إن شاء الله. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا، رسموا لمن ورث الثرى آذارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعيا على شاشة قناة الرافدين، بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. وللحديث عن تداعيات الغزو الأمريكي للعراق بعد 20 عاما ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي والباحث والسياسي الدكتور عبد السلام الطائي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا وشكرا لاستضافتكم الكريمة. حياكم الله. يعني 20 عاما مرت على الغزو الأمريكي البريطاني للعراق وما تبعه من آثار كبيرة على كل المستويات، ولكن بالنسبة للمستوى السياسي كيف أثر ذلك؟ كيف تغيرت الأمور وتغير النظام السياسي؟ نعم، تداعى الغزو على كافة المنظومات وليست فقط السياسية، تداعى على المؤسسات والأنساق الاجتماعية والسياسية والأمنية والقانونية والدينية، سواء على صعيد العراق أو على الصعيد العربي والإقليمي. ولكن قد يتعلق الأمر بالصعيد السياسي، فهنالك عوامل مؤسسية ساهمت بعد الغزو في تغيير النظام من نظام رئاسي إلى نظام برلماني كاريكاتوري. حصل بعد إصدار الحاكم الأمريكي المدني في العراق بريمر قرار حل مؤسسات الضبط والرقابة الاجتماعية والاقتصادية الحكومية كالوزارات وغير الحكومية، القوانين التي تخص الدين والعشيرة والأسرة، الإعتماد على المفتين والسياسيين اللاقانونيين لتكون مصوغا حسب تصورهم بعدم عودة النظام السابق، وهي أسباب ستكون سببا في تعجيل انهيار النظام السياسي الحالي من وجهة نظرنا. متى ما يشاء الغازي في العراق، وسيكون سببا أيضا في انهيار الدولة العراقية في الوقت الذي يراه حلفاء الإدارة الأمريكية أو إيران مناسبا. استبدال دولة المواطنة بدولة الطائفة والعرق وتحول الدولة العراقية ذات العقيدة العربية الإسلامية إلى دولة تابعة لولاية الفقيه، من خلال هذه الميكانيزمات تم تأسيس الدولة بالفتاوى لا بالقوانين، بدءا من الانتخابات إلى حصة الوزارات والأجهزة الأمنية، علاوة على عمليات الإقصاء والاجتثاث، حتى
حتى أصبح الحكام والمحكومين مسيرين قسرا لا مخيرين. نعم. أصبحت قرارات القضاء في قبضة القرار السياسي. هذا من الناحية السياسية دكتور عبد السلام، ولكن من الناحية الاجتماعية أيضا كان هناك تأثير حقيقي وأثر كبيرة جدا وهائلة على المجتمع العراقي تركتها هذه الحرب حتى اليوم. نحن نتكلم عن آثار لم تمر ربما منذ عقود وطويلة جدا على هذا المجتمع. ما أبرز تلك الآثار؟ نعم، عندما ولي الأمر إلى غير أهله بعد الغزو من خلال استحداث تركيبة أو بنية حكومات ما بعد الغزو، والتي يمكن أن أصفها أو أصف بنيتها بأنها حكومات ولدت من أم إيرانية عجوز عاجزة ومن قابلة أمريكية غير مأذونة، فالمولود الجديد من الحكام لا يربطهم أي شيء بالشعب أو الوطن سوى تربية الأم الإيرانية العجوز للوليد الجديد بالشكل الذي يجعله خادما وذيلا ذليلا. هذه البنية السياسية انعكست قسرا لا طوعا على البنية الاجتماعية وأدت إلى شيوع ظواهر اجتماعية وجرمية شاذة، منها زيادة الولادات غير الشرعية بسبب زواج المتعة والمخدرات، رمي الأطفال غير الشرعيين في مكبات النفايات لكثرتهم، زيادة عدد المقابر والسجون بسبب الاعتقالات، زيادة حالات الترمل، ما يزيد عن 5 مليون يتيم يفوق تعداد سكان الكويت أو الدنمارك أو فنلندا، تجارة المخدرات والجنس الأبيض السفري بكروانات جوالة قادمة من إيران أثناء زيارة المراقد الشيعية، رهن الزوجات في صالات القمار، رفع علم المثليين دون اعتراض المراجع السنية وغيرها، التسول لغرض التجسس أثناء الزيارات من قبل الإيرانيات وبإسناد من الحرس الثوري، محاولات تفكيك المجتمع العراقي بالتهجير والنزوح القسري هدفه صبغ الفسيفساء العراقي الجميل بالسواد الديموغرافي الإيراني القبيح، وزيادة معدلات الطلاق مقابل العزوف عن الزواج حاليا. نعم. بعد الاحتلال أصبح الفساد لو سمحت والسرقات لا يعدان جريمة قانونية ولا مخالفة شرعية بحكم تحليل السرقات في نظرية المالك المجهول لأموال الدولة التي تبيح نهب المال العام لكونه مشرعا في الفقه الخميني والسيستاني، وجاء في الجزء الأول من كتاب السيستاني الموسوم بالوسائل الفقهية أن الدولة في عصر الغيبة كل ما تملكه يعد أمرا مغتصبا، وكل من يستولي عليه من قبل الآخرين لا يعد فسادا. نعم. وهكذا أجازت نظرية المباني الفقهية تخويل فقيه الحزب السياسي أو الميليشيات المسلحة تفويضا شرعيا للتصرف بأموال الدولة كما يشاءون. نعم. دكتور، بدأت الكثير من المراكز البحث الأمريكية والصحف الغربية تتكلم أو تصف احتلال العراق بالعبثية والكارثية بعد كل هذا الوقت، وللأسف لا ينبني على هذا الوصف اعتراف بالجرم أو بالجريمة، وبالتالي تقديم مبررات هذا الاعتذار أو ما يمكن أن نسميها نوع من التعويض للشعب العراقي كما جرى مع شعوب أخرى في حروب سابقة. نعم، هو الحقيقة أستاذ الكريم وعلى المواطن العراقي والعربي نسأل نفسه، لما هي الدول المعتدية الكبرى اعتذرت، كان من الأولى على الدول العربية أيضا التي شاركت أن تقدم اعتذارها، لأن حقيقة الغزو والاحتلال لم تكن تستهدف الرئيس صدام حسين يرحمه الله ولا نظامه فقط، بل استهدف الدولة والشعب وخيرات العراق التي حماها
نظام ومؤسسات ووزراء صدام حسين ومن قبله أيضا حموها منذ تأسيس الدولة العراقية عام 21. هذا التسويق أستاذي الكريم غرضه خروج المحتل بوجه أبيض بعد أن سلمت أمريكا العراق للمستعرقين وللعابثين الذين جمعهم الغزاة من الشتات بفقه المحتل، وبعد أن عض هؤلاء الأملاء اليد التي مدت إليهم. ولذلك يعني منذ أن تزعم العراق مدرسة السياسة المذهبية الحصابية بعد الغزو، فما حاولته أمريكا بعد الغزو هو بناء عراق جديد لكن بأحجار مذهبية قديمة. تجيد إيران هندستها أكثر من واشنطن، وبموجبها اضطرت واشنطن تسليم العراق إلى إيران إكراما لمساعدتها لإيران باحتلال العراق. فهو ليس تواطؤ ما بين أمريكا وإيران بل هو تطابق استراتيجي. أشكرك جزيلا دكتور عبد السلام الطائي الكاتب والباحث السياسي من ستوكهولم.